مرحبا اخواني المتابعين، انا حاليا متجه لواحد من اكبر الاسواق الشعبية الموجودة في محافظة طنكان، اسمه التونتان ماركت. التونتان ماركت هذا سوق يومي، قالوا لي عنه وايد كبير وايد ضخم. هذه صورة عامة للسوق من برا بكل ما فيه، قالوا لي تحتاج فيه ساعات لين تخلصه. يفتح يوميا من الساعة 4 العصر لغاية الساعة 12 مساء. أنا الحين عندي الساعة 7، بنشوف كم بناخذ فيه، تابعوني. هذه صورة عامة للمواقف، سوق جدا كبير جدا ضخم مثل ما تشوفون، وحين عاد بنتجه للداخل. كثير من الأخوان تساءل ليش أصور في هذه المحافظة؟ الجواب مقسوم قسمين، واحد أنا موجود حاليا في هذه المحافظة فعادي إني أصور فيها، اثنين من كبر المحافظة هذه وكثرة الناس اللي فيها فأنا أحب أصور فيها، لأن فيها أشياء جديدة دائما نحاول نكتشفها ونوصل المعلومة، حتى لو كانت معلومة ما هي سياحية ولكنها في النهاية معلومة جديدة عن تايلاند حالها حال أي مكان ثاني. طبعا دائما التقييم وكثرة الناس في مكان الأكل أو المطاعم، قالوا لي إن فيه 953 محل أكل ومطعم. شوفوا أنا هنا في النص بلف زاوية 360، المطاعم يمين ويسار، كل ما تبغي سواء أكل تايلندي أكل غربي ستيك، صدقون حتى حصل شاورما، محلات عصاير، أمور كثيرة. استمتع معي دائما في معلومة جديدة في تايلاند.